שבין של הלת האדמון, לא ששבין. שבין הוא למה ששבין. אה? מפעם שאני נגסר בעבר. חאותי, שופו, וואה, אני גפי חתלתום. היי, שופו. أنا وين كنت دوكا شلالات هذه كان نضربها بشبايكها من تحت أقول تشوفهم شو طيب هلا خاوتي انا وصلنا لهنا النافاسيل شوفوا كاين واحد النافات هنايا باطل باطل يا مواطن عيش يا هنايا النافات هذه تهبطنا حتى لواحد البلاصه راح تعجبكم بزاف نافاسيل راح نخلي لكم الموقع تاعها جايه قريب على مونبلي واحد 40 دقيقه برك الناس راهي تحوش بلاصه الحمد لله ربي رزقني بواحد البلاصه ما حوشنا ولا كنت تشوف هذا هو الفورغون اللي احنا ركبوه باطل يهبطنا حتى لتحت كاين كل نص ساعه واحد راح تعجبكم بزاف كاع الناس اللي ساكنين لهنا وكاع تقدروا تجوا لهنايا هاولي خاوتي كيما راكم تشوفوا العلم اللي شرفنا ديما السلام عليكم واش من العلم هذاك اللي شرفنا خويا جزائري لا لا تاع الجزائر انا بكم من نروحوا حارين الله يبارك من وين خونا واش من جهه وهراني وهراني الله يبارك انت منين انا من العاصمه وهران طرت بزاف هذيك سيتي بيري وسان بيير جوجت فيها موك صافي بليزير انا هابطين لتحت اخوتي كي نوصلوا لهذاك البلايص انا نزيد نوريو لكم لا لا ملي فات كانت طلعوا لا 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 راكم تشوفوا هذا هو نافاسيل الفيلاج الفيلاج راح نديكم ليه تشوفوه فيلاج صغير يا ربي فيه 500 ولا 600 عبد كنت ناكل البرقوق منه العام اللي فات كنت نجي لهنا ندي البرقوق وكاع كاين واحد العائله نعرفهم خليني نوريه لكم هذه الكنيسه وكاين زوج ثلاثه ديور ثلاثه طرقان زوج ريستورونات ريستورانت هذاك مكان حاجة شابة قال لي راح نوريها لكم هاي ليك هاي ليك خوتي هذه هي الكنيسة تاع على بالكم اللي في المدن هنايا الكنيسة دايما يحطوها الفوقة ومن بعد تيك المدينة هاي ليك انا داخلين المدينة نروح نشوفوا واش فيها هاو الماء كاين الماء او نو بوتابل ماشي مليح للشرب الكنيسه ما ندخلوا لهاش نكملوا طريقنا ونشوفوا واش كاين اوه تاعي الطلعه هذه يبصح معليش هاي في خاطركم هاو كاين واحد واش كاين هنا كاين واحد المطعم ريستورون هاو ليك يا ربي فيه واحد الخمسه طابلات ولا ثلاثه ولا كيما راكم تشوفوا لهنايا هذا هو المطعم كيما قلت لكم فيه يا ربي خمسه طابلات حنا نزيدو نكملو طريقنا من هنايا حتى وين نطلعو الفوق هذا ريستوران واحد اخر انا بدينا ندخلو انا بدينا ندخلو هاوليك هذا زعما باش ترميلو الكارت بوستال تاعو داخل الصباط برك هذه الدار تاع الاقزام هذه قاعدين يصباط ما بيش عليك عاملين هادو تاني دايرين صباط هادو داير وردة ووو الطلعة هادي تعيي يا هناك شغل راك ماشي شغل راك في البلاد هنا رانا في البلاد او الديكور هذا مازال ما فتحتش هاد الدار هادي هادي دار اوتيل داكور هذا ضرب شو وين خبى الكارت بوستال تاعو هنا بواتولات تاعو خباها مرة هذاك مكان خاوتي هكذا عامل كاع الفيلاج مانيش حنطلع حتى الفوق كاع خاطرك الطلعة هادي تعيي
بصح راني وريت لكم كيما يقولوه لقطات وراكم شفتوا كاع كيفاش عامل الفيلاج هذاك ما كان ديران هكذا وطرقان هكذا قدم لاو نهبطوا لها الداخل ونوريكم حاجه شابه يب راكو واجدين ولا ما راكوش واجدين ها هاي كيما راكو تشوفوا لهنايا لو سيرك دو لا دو نافاسيل تما وغيس نافاسيل مارك دوبون هادو كاع عندكم تشوفوهم شوفوا الطبيعه هذا جاب الكلب تاعو لهنا يا زيدوا تشوفوا لهيكا كاين واحد الشلالات راح يعجبوكم فور كاع خاوتي راني بديت نوصل لوين راح نصور لكم دركا راح نصور لكم من هنا نوريكم واحد الحاجه كاين بزاف الغاشي لهنايا بصح ندخل في وسطهم ونوريكم شوفوا ها شابين شلالات هادو مولا شي شابين شابين ولا ماشي شابين ها شوفوا ما فهمتش علي يعني نقصر معاه برك خاوتي شوفوا هادي كاع في خاطركم هاي شوفوا هنا وين كنت دركا الشلالات هادي كان نضربها بشبايكها من تحت هاكو تشوفهم شوطين على الله جبت الكاميرا تاع الماء جبت كلش رانا هادي الطبيعة خاوتي طبيعة لازم واحد يحافظ عليها كيما على بالكم لازم هادي أمور كيما يقولوا بلا ما يوصي بلا ما يوصي انا كي نجيب كاع القرع تاوعي ولا الساشيات وكاع نحكمهم نحطهم في بلاصه ما تسقامي والو وهكذا تبقى ديما شابه في الجزائر عندنا احسن واحسن من هذا يا خير الا المهم خلينا ندخل داخل يلا كاين بزاف ناس كبار على بالكم على جال سيركيلاسيون على جال سيركيلاسيون برك هذاك الماء بارده بزاف اصبروا برك ما نطيحش شوفوا ها هاو الماء من وين يجي يجي من هيكا هادو ما الشلالات كيما راكم تشوفوا هاو الشلالات كاع هنايا اوبا ويطيحوا تحت الناس من تحت راهي تشبك راهي عامقه نجي نصورها لكم من تحت اخوتي يا لازم نتشبوا الكولا لازم نتشبوا خلينا نهبطوا بسم الله راح ندخلوا لها يلا واو الماء راهي مكونجلي ها او بارد بارد راهو البارد ما الماء شوفوا اباشو اذا كنت تسمعوا فيا هكذا ولا ما كنتش تسمعوا راح نمشي هكذا واحد 3 كيلومترات ما بايش اذا كنت تسمعوا فيا راني نعيط نعيط باش تسمعوني خير حتى وين نوصلوا لفوق كاع ونزيدوا نشوفوا واش كاين خلينا نكملوا يلا ليك وين كاين الشلالات مازال ما دخلتش الماء انا راح نمشي لازم نمشي شويه وا شوفوا طريق الامام ها البون هذايا اللي يدي المدينة كاين زوج فيلاجات خلينا نقدموا المراهيب غلاشي على بالكم كيما تعرفوا واش معناها غلاشي خط هذا الماء تاع الواد ما باش اذا كنت تسمعوا فيها خاطر الكاميرا فيها الكاش تاع الماء ان شاء الله تكونوا تسمعوا برك يا خاوتي يا خاوتي واش نقول لكم شوفوا وحدي في المغامرة واحد كونجيت شوفوا نكمل القدام خاوتي واش رايكم راح نمشي كاع الواد هذا راح نكون اخر سوبر فيفينتي سوبر فيفينتي بالاسبانيه يقولوا اخر ناجين من الحياه هذا هو راح نقطع كاع هذا غير نمشي بلا ما على بالي كاع ما يهمنيش اذا لقيت حنوشه ما يهمنيش اذا لقيت على بالي بلي كلش راح يخاف مني يا عبالكم بلي كيما كان يقول خويا بوزوج كراين كاع يخافوا منه كاع لي زانيمو يخافوا منه الحيوانات خلونا نقدموا لداخل نوريكم واحد الشلالات شابين مارشال ريال مهرس وغير من القدام
اخوتي على بالكم بلي انا نتمشى بزاف كيما نقول لكم دائما، وعلى بالكم المال هنا راهي جامده. تعرفوا واش معناها جامده؟ مليح للسيركيلاسيون تاعي انا للدم العروق وكاع يروحوا يعالجوهم في الاربعاء فينا ويعافيكم قولوا امين. باش يروحوا لهذوك الصدر المراكز تاع وين كاين الماء بارد على بالكم لي سبورتيف واللي يمشوا بزاف وكاع دائما لازم يدخلوا رجليهم داخل الماء باش تمشي الدوره الدميه تاعهم. عباكم شحال راهي الماء لهنايا؟ واحد 12 درجه بارده جامده. شوفوا رجلي انا غير نمشي انا هاي. انا كاين كلش خاوتي، كاين الضفادع، كاين سمعوا خاوتي، سمعوا الطبيعه انا والطبيعه ولا اكثر كما راكم تشوفوا لهنايا. راح نقدموا غير القدام، نقدموا الناس راهي تمشي وحنا رانا نمشوا داخل الماء. عاملين في الناس، شوفوا كنت تشوفوا الناس راهم يمشوا لفوق. هنا كاين طريق، انا حبيت ندير التحدي مع روحي وقلت علاش ما نمشيش هاد الطريق بصح نمشيها داخل الواد. جو سوي لو سول، راني وحدي لهنا اللي راني تمشى هكذايا. كاع الناس هاملي كامل، المئات والمئات تاع الناس راهم يمشوا فوقا. ما لعبكم مش لازم، لازم لي باستون، لازم لي حطبه كيما هكذا نتمشى بها وندخل داخل. شوفوا يلا قلت لكم المارشاريا المهرس. كيما راكم تشوفوا خاوتي هنا كاين الحجر، هما اللي ولدوا لهيك. كاين واحد 2 مترات تاع بروفوند تاع العمق، بروفوندور هيكا هاي لي هاو. شوفوا الحجر هاو ليك، راح نجوزو حاجز واحد اخر خاوتي كيما راكم تشوفوا لهنايا. انا دايما لازم دايما يكون عندي هاد الحطبه، هاد الحطبه لازم اوبا. يوب او التحدي هذا يسموه، تعرفوا التحدي هكذا هكذا الدنيا خاوتي، الدنيا مليانه بالتحديات. تلفو جامي ترونديو، الاول تجوزوه الثاني تجوزوه باذن الله. باذن الله لازم هكذا هايلي هام. راني نمشي كونترا كورينتي كما يقولوا، ها ضد التيار، كونتر لو كورون هاو. اي فوالا او ياه ياو هاكو شفتو بعد المشاكل والمعاناة وكاع على بالكم واش كاين. ان مع العسر يسرا، اي والله ان مع العسر يسرا. يعني دائما كي كاين المشاكل والصعوبات، هاكو تشوفوا هنا كاين مشاكل وصعوبات كيما راكو تشوفوا لهنايا. واش كاين موراها؟ كاين المجرى، تعود المياه الى مجراها الطبيعي. هاي ليك هنا ما كاش معاناة، هكذا الحياة خوتي، هكذا هذه هي. ودائما كي تشوفوا واد صغير هكذا يا صغير، الماء ضيق، راكو تشوفوا المجاز ضيق لهنايا، اعرفوا باللي هذا دائما عنده مصب في حاجة كبيرة، في واد كبير، في نهر كبير، ولا في بحر، ولا في محيط. كيف المشاكل والضيق تاع الدنيا، ديك الضيق بيك الضيق بيك الضيق بيك، عرف باللي في النهاية راح يفرج ربي ان شاء الله. خاوتي هنايا كاين عمقة بزاف، عمقة على بالكم باش نوصل لهيكا، العمق تاعها بزاف هذا.
البحر راهي باردة. وحدي نعمة ربي. Amazing. Woo. خلوا نديك البداية. شوفوا. ندخل الكاميرا تحت الماء. موش وحده ليك يلا. اليوم حلقة تاع لافونتور خوتي. يا شوفوا هذه هي الهبطة اللي كاينة هنايا، ما كانش دروج ما كاين والو. عليك واحد يهبط هكذا يا كبرك ما يطيحش، كي ما يطيحش يجي بال تحت ما تدي كي صوت لها من هيك للماء الجامد هذاك. أقول تشوفوا الناس عم يسطيو بارتو، عم يسطيو من فوق اللي هنا قاعد باش يطيحوا هنا. يا هاي فيها واحدة 9 مترات عمق لده، وهذه تاع دراري صغار باش يبداو يتعلموا اللي هنا. يا هم عم يسطيو هنا يا الله هم. مليح أنا سطي لها منها خوتي، يا في خاطركم سطي لها منها حتى لتحت. كاين يا ربي 4 مترات ولا 5 ماشي كثر، ينبقى قل قاعد 3 مترات. هل تشوف؟ ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لافونتور، هادي هي الكفاح تاع اليوم. اكو شتو مختلفة كاع على دايما 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 سيدي فازوني يوريكم ينعاد لكم حوايج جدد ومختلفة. نكسروا البرد هذا هو قاضي عليا كاع. زهونا باللايك بالكومنتار. جنة الله ها كاع البلايص اللي نشوفهم. عباكم انا كاين الحنوشة هاني هايك شوية عضني واحد ولا هاني مقصر ها. نعم تربي نحبكم كاع كيما راكم، تهلاو في روحكم، نشوفوكم في فيديو جديدة. وين انا ما رانيش عارف.